ايه يا ابو السيدي انت فين؟ ده انا قلب الدنيا عليك من بدري. في ايه مالك؟ في واحد قريبك مستنيك في اوضتك من الصبح، بس ما تقلقش عملت معاه الواجب وزياده. قريبي؟ اه تعالى. ابو الليف حلوه قوي دي، وحشنا يا عرب. هتقف متخشب كده كتير؟ مش هتيجي تحضن وتبوظ وتقول لي وحشنا ابو الاتكاش؟ يرضيك كده يا عم بشير؟ انا هروح احضر لكم العشاء. لا لا استنى يا عم بشير، ما تعبش نفسك، انا قريبي مستعجل، خمس دقايق وهتكل على الله. لا انا ممكن اقعد واكل كمان، وفرصه ناكل عيش وملح مع الراجل المحترم ده. وانت سيد من يصون العيش والملح برضه. عموما انا صاحي، لو عوزتوا اي حاجه اندهولي. تشكر يا ذوق يا محترم، جميل قوي الراجل ده عرب قوي. انت اللي في بطنك يا دوكش، شكلك لابد في الدره من زمان. ربنا يكفيك شر لبديت يا سيد، لكن انا لبدتي والقبر. بص يا عرب، انا جيت على نفسي وقطعت المشوار ده كله وجالك عشان نتفاهم. هات اللي في جوفك واخلص يا دوكش. طب ما تخلص انت وتخلصنا يا سيد، ولا احنا هنفضل نلعب بعض كده قط وفار كتير؟ على رايك، ما تروح تلعب بعيد وتريح نفسك. بقول لك ايه، انسى زبيدة يا دوكش، انساها. وماله؟ بلاها زبيدة، رغم انها حيا الله مرات ابوك مش امك. بقول لك ايه، هتجيب سيرة امي هتجيب سيرة. لا لا لا، ولا يا عرب، لا تجيب سيرة امي ولا اجيب سيرة امك. اديني 100,000 جنيه يا سيد، واوعدك ما تشوفش وش امي ده تاني. تجننت يا ابني، اجيبهم لك من ايه؟ عيب عليك يا سيد، والله عيب. انت مش شايف المكان اللي انت قاعد فيه يا سيد؟ المكان ده بيترمى الفلوس فيه بالملايين، وانت مش هتغلب، ده انت ايدك تتلفى في حرير يا سيد. شش، وطي صوتك، تجننت. حلو قوي، طالما خايف من الفضيحه يبقى احنا كده اتفقنا. هسيبك تقعد مع نفسك شويه وتشوف هتلم الفلوس في قد ايه، ودي هتبقى مهله هتديها لنفسك بنفسك. بعدها تاخدها من قصيره وتيجي تسلم لنفسك، وبقى سلمنا على نفسك كتير يا سيد. السلام. الله يسلمك يا عرب، ولو ان انا عارف انها مش من قلبك، يبقى سلمنا على نفسك كتير. قالوا هاتك بقى. برضه سبت وامشي؟ بس على فكره لذيذ قوي قريبك ده. في ايه يا بشير؟ لو عاجبك الدكش اول افهولك يا اخي. اول مره اشوف واحد دم الدكش عاجبه. ده انت عجيب. مش كلوش متخانقين على ورث عشان كده قافل منه؟